السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو تحت الطلب المتتبعات، كلشي البنات بناتي كيطلبوا هذا الفيديو، وعندي وصفات اخرى اللي كتعالج هذا المشكل اللي كيطلبوا، ولا باس غندير لهم فيديو اخر وصفه اخرى بهذا المشكل اللي كيطلبوا، الا هو عندهم السحر في الرحم ديالهم، يكون عندهم تابعه ولا سحر ولا شي حاجه اللي كتكون ما كتخليهمش الحمل ديالهم يتبت، يعني ما كيتبتش ليهم الرحم، تتحمل وبعد شهر ولا شهرين كدير اسقاط، ما كتعرفش شنو المشكل ديالها، كتمشي عند الطبيب يقول لها ما عندك حتى شي مشكل، ما كيلقاش حتى شي مشكل طبي نهائيا، كتعرف راسها عندها سحر ولا عندها ثقاف ولا عندها تابعه ديال العين والحسد، كيكون بنادم متابعو الانسان كيتبع الانسان حتى كيخليه حتى حاجه ما كتبت ليه، لان الخلفه راه هي رزق، هي رزق من عند الله، رزق الا تبعك عليه اي شي حد بالعين ولا بالتابعه ولا باي حاجه راه ما كيتبتش ليه. بزاف البنات كيشكيو من هذا المشكل، يعني بزاف، وجبت لكم واحد المكون اللي بزاف الناس ما عارفينوش، واحد المكون زوين اللي كيقضي على هذا المشكل، راه زوين بزاف، غتبعوا هذا الفيديو راه مهم من الاول الى الاخر ان شاء الله، وان شاء الله قربوا ليا غادي نقرب لكم المكونات باش تشوفوهم والطريقه ان شاء الله كيفاش غدير لهم، راه ساهل هاد المكونات ساهلين ماهلين، تبعوا معايا من الاول الى الاخر بنياتي، كنقول لكم دائما الفيديو تبعوا من الاول الى الاخر باش ما تجيش شي اسئله ولا شي استفسار وتقول لي خالتي راه ما فهمنا والو. بسم الله على بركه الله. المكون اللي غادي ان شاء الله نوريكم المكونات اللي كتكون من هذه الوصفه ان شاء الله، هو المكون الاول هي الكرويه العمياء، كيقولها الكرويه العمياء، بزاف البنات ما كيعرفوش الكرويه العمياء، كاينه الكرويه العمياء وكاينه الكرويه العاديه، ها هي الكرويه العاديه كيفاش كتكون، انا غنوريكم كيفاش كتكون، يعني الكرويه العاديه ها هي كيفاش كتكون، شفتوها مزيان يعني زومي ليهم باش يشوفوا يعني الحبات ديالها عن قرب، كتبان بحال الكمون بحال النافع بحال، يعني ها نتوما كتشوفوا كيفاش الكرويه هذه اللي كتكون عاديه بحال هكا كتكون، وغنوريكم الكرويه العاميه كيفاش كتكون باش الا مشيتو تعرفوها، ها انت الكرويه العاميه كيفاش كتكون، ها انت يعني ها هي بين الحبات ديالها فطحين ماشي بحالها هي، شوف كيفاش كتكون، يعني هذه الكرويه العمياء، نهز لكم حبات باش عن قرب باش تشوفوهم، هانت حبات عن قرب باش يبانو، هانتوما كيبان مزيان، هذه الكرويه العمياء، هذه الكرويه العمياء راها زوينه لهاد السحر الارحام اللي كتكون، وكاين المكون الثاني هو الحبه السوداء يعني السانوج، هذا معروف السانوج ما كاينش اللي ما كيعرفوش، حنا غنحتاجوش هاد الكرويه العاديه، الكرويه العاديه حطيتها لكم غير باش تعرفوا الفرق، باش تعرفوا الفرق، يعني غنحتاجوش هاد الكرويه العاديه، نحتاج الكرويه العمياء، هذه هي الكرويه العمياء، ها نتوما تشوفوا كيفاش كتكون، شتوما ها انت الحبات ديالها راه في شكل اخر ماشي بحال الكرويه الاخرى، ها نتوما هذه هي الكرويه العمياء، كيقولها الكرويه العمياء، عقلوا عليها بنياتي. ونتقوا ان شاء الله باش نوريكم كيفاش غنديروا لها ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، اش غنديروا بنياتي؟ غنحتاجوا هذه الكرويه العمياء، غناخذوا منها واحد شويه ديال يعني معلقه صغيره ولا اقل من معلقه صغيره ديال الكرويه العمياء، ها هي ها انتما كتشوفوا، وغناخذوا واحد شويه ديال السانوج يعني حبه السوداء، ها انتما هادشي اللي غنحتاجو ان شاء الله، ها انتما كيفاش هاد الكرويه العمياء باش عرفوها، هذا ها انتما كتشوفوا، وغنحتاجو معاها التمر، ها هو التمر، وغنحتاجو معاها العسل الحر، عقلوا معايا العسل الحر ديال النحل باش ان شاء الله باش دير لكم الوصفه باش تنجح لكم ان شاء الله. العسل الحر اش غديروا بنياتي؟ غتاخذوا من العسل الحر وغتزيدوا على هاد الكرويه العامية، وهذا غتزيدوا عليهم العسل الحر بحال هكايا باش تجمع لكم ان شاء الله، ها انتما غتشوفوا، وغناخذوا التمر، التمر غنحلوه بحال هكايا، حلوه غنحيدوا منه
نحيدو منه العلفه، يعني نحيدو منه العظم، هانتوما غنحيدو العظم ديالو، غناخدو جوج تمرات، بعدا غنخلطو هاد الكرويه العمياء مع حبه السوداء بهاد العسل، هكا غنخلطوه مزيان يتخلط بحال هكايا. هانتوما كتشوفوا كيفاش خلطتها، وكنا حلينا التمر ديالنا. اذا كان باقي خاص العسل نديروا شويه العسل، العسل بنيتي يكون حر تاع 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 النحل. هانتوما كتشوفوا هاي خلط قد الكرويه العمياء قد السانوش. هانتوما كتشوفوا الى جا ان العسل خاصني العسل غنزيد شويه العسل. انا زدت العسل، غناخذوا هذاك التمره اللي التمر اللي حلينا وغناخذوا منه واحد الكميه لا باس بها، اللي غتعمر لنا التمره بحال هكايا. ها هي غتعمر لنا التمره بحال هكايا، نعمرهم مزيان. انتما كتشوفوا التمره عمرتها مزيان، ها هو. ناخذ التمر الاخرى اللي حلينا حتى هي وغنعمروها. ها هو ملي كنديروه ان شاء الله، امتى كنتناولو؟ كتناولو السيده اللي عندها هذا المشكل ملي كتفوت الدوره ديالتها وتغسل وتوضا ان شاء الله قبل ما تعمهم. كتصوب هاد الكرويه وتصوب هذا وترقيهم مع العسل الحر، يعني تقرا عليهم الرقيه الشرعيه وتكون على وضوء وتتجه للقبله، وتكون ان شاء الله في وقت في الصباح الباكر، يعني في الفجر تكون صلاه الفجر ديالها، وتقرا عليهم وتصوبهم وتاخذ وحده على الريق في الصباح الباكر، تكون قرات عليها وتكون هي رقاتها ودات على الرقية الشرعية، ويعني وما قصرتش يعني بقراءة القرآن، كاع داكشي اللي بغيتيه مع عبد الله كطلبيه، وتاكليها قبل الفطور على الريق صافي، وترجعي تنعسي صافي من وراها مع شحال من ساعة عاد تفطري إن شاء الله. والتمرة الثانية إن شاء الله في الليل قبل النوم، يعني قبل النوم ان شاء الله قبل ما تنعسي تكوني ثاني قري عليها الصوره اللي بغيتي، يعني الرقيه الشرعيه راك عا كنقولها لكم دائما، الفاتحه، المعوذتين، سوره الاخلاص، ايه الكرسي، كل شيء سبع مرات قريهم، وتاكلي هذا التمر ان شاء الله، ودعي الدعاء اللي بغيتي مع الله وتنعسيه. كديري هاد جوج تمرات في النهار، يعني وحده في الصباح الباكر ووحده قبل النوم، مدة 3 أيام ولا مدة 4 أيام كتبقاي ديريها، تقدري ديتها أكثر، ديتها 5 أيام ماشي مشكل، راها ما عندهم حتى شي وقت تحملي إن شاء الله، ما عندك حتى شي ضرر، يعني ديريهم مزيان راه كيسخنوا الرحيم وكيحيدوا هاد اللسان هاد الحبة السوداء وهاد الكروية، راها زوينة طاردة للأرواح الشريرة من الرحيم ديالك، ما تبقاش إن شاء الله. هاد الوصفة راها مجربة بإذن الله ومضمونة بإذن الله تعالى، ونتمنى هاد الوصفة سمعتوني كيفاش الطريقة اللي وريتكم، باش تشوفوا الفيديو من الأول إلى الآخر إن شاء الله، باش تعرفوا الطريقة من الأول إلى الآخر إن شاء الله. نتمنى تكونوا تابعتوا الفيديو من الاول الى الاخر، باش ما يجيوش اسئله واستفسارات، راه كلشي كاين في الفيديو، راه كنشرحوا لكم من الاول الى الاخر، يعني بهاد الكروية العمية اللي وريتكم وحب السوداء والتمر والعسل الحر، درت لكم هاد عمرت لكم وقاديت لكم باش بالنسبه للمبتدئات يعرفوا يصاوبوه ويقادوا، وما تنساوش الرقية الشرعية راه مهمة في هاد الفيديو، في هاد الوصفة راها زوينة بزاف مع هاد التمر اللي كتكون عامر
بحبه يعني حبه السوداء والكرويه، ووريتكم حتى الكرويه العميه وريتها لكم كي دايره، حيت بزاف ديال الناس ما غاديش يعرفوا الكرويه العميه من الكرويه اللي بعينيها كما كنقولوا. اما جالوا بالفكاهه كنقولوا الكرويه العميه وخلي قاعدين نقول الكرويه بعينيها. يعني هذا الشيء اللي غنقول لكم ابنياتي، ونتمنى البنياتي كاملين المحرومات اللي باقيين ما جابوش من الخلفه، يا ربي تعطيهم الخلفه الصالحه السليمه المعافات بدون مشاكل، وتكون ان شاء الله البنيات اللي باقي يتبتش لهم الحمل يتبت لهم الحمل بهاد الوصفه اللي وريتهم. وان شاء الله كاينين وصفات عندي كثيره بحال هاد المشاكل ديال سحر الارحام، التيقاف، تعطي الحمل يعني باوراق السدر بزاف الوصفات عندي. دخلوا ديروا دويره في القناه وشوفوا الوصفات الكل وحنا الاشني كتليق ليها وتاخذها، ولا باس لا كان شي استفسار ولا شي سؤال دخلوا عندي الانستغرام باش نجاوب بنياتي. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه. مع السلامه بنياتي كاملين، وكلكم كنسلم عليكم، تحياتي لكم كبيره داخل الوطن وخارج الوطن، والى اللقاء بنياتي كاملين.